المطلوب منا الآن أن نحل المعادلة التالية 3 زائد الجذر التربيعي لخمسة إكس زائد ستة يساوي 12. والاستراتيجية التي سنتبعها لحل هذا النوع من المعادلات هي أن نعزل العبارة الجذرية لوحدها وفي جانب، ومن ثم يمكننا أن نقوم بتربيعها حتى نتخلص من رمز الجذر. لكن علينا أن نكون حذرين هنا، لأنه عندما نقوم بتربيع رمز الجذر سنفقد المعلومات التي تفيد بأننا نأخذ الجذر الأساسي وليس الجذر التربيعي الموجب أو السالب. نحن فقط نأخذ الجذر التربيعي الموجب، لذلك عندما نحصل على الناتج النهائي علينا أن نتأكد من أنه يتم استخراج للجذر التربيعي الموجب. إذا دعونا نحاول، دعونا نرى ما أتحدث عنه. أول شيء أريد القيام به هو أنني سأعزل هذا على جانب من المعادلة، وأفضل طريقة للقيام بذلك هي التخلص من هذه الثلاثة، وأفضل طريقة للتخلص منها تكون من خلال طرح الثلاثة من الجانب الأيسر للمعادلة، وبالطبع إذا فعلت ذلك على الجانب الأيسر يجب أن أفعله على الجانب الأيمن كذلك، وإلا لن يكون الطرفان متساويان. إذن الجانب الأيسر يبسط إلى الجذر التربيعي لخمسة إكس زائد ستة يساوي 12 ناقص 3 يساوي 9. والآن يمكننا أن نقوم بتربيع طرفي المعادلة، فيمكن تربيع الجذر التربيعي لخمسة إكس زائد ستة، ويمكننا تربيع التسعة أيضا. وعندما نقوم بهذا أو عندما نقوم بتربيع هذا نحصل على 5x زائد 6. إذن قمنا بتربيع الجذر التربيعي ل5x زائد 6 نحصل على 5x زائد 6، وبهذا نفقد بعض المعلومات لأننا نريد أن نحصل على هذا إذا قمنا بتربيع الجذر التربيعي السالب ل5x زائد 6، ولهذا السبب علينا أن نكون حذرين في إجابتنا ونتأكد من أنها صحيحة. عندما تكون المعادلة الرئيسية عبارة عن جذر تربيعي موجب، إذا حصلنا على 5x زائد 6 في الجانب الأيسر، وفي الجانب الأيمن لدينا 81. والآن هذه معادلة مباشرة، وأريد الآن أن أعزل عبارات x لوحدها، فأطرح 6 من طرفي المعادلة. إذا سأطرح 6 من طرفي المعادلة فنحصل على الجانب الأيسر على 5x، وفي الجانب الأيمن حصلنا على 75. ثم يمكننا أن نقسم طرفي المعادلة على 5. عند قسم طرفي المعادلة 5 نحصل على x تساوي دعونا نرى هذا يساوي 15، أليس كذلك؟ 5 ضرب 10 50، و 5 ضرب 5 يساوي 25، فيكون الناتج 75. إذا نحصل على x تساوي 15، لكننا نريد علينا أن نتأكد من أن هذا صحيح ويحقق المعادلة، وربما أنه سينجح. إذا كان هذا الجذر التربيعي السالب علينا أن نتأكد من أن الناتج صحيح عندما نطبقه على المعادلة التي بين أيدينا. إذا نحصل على 3 زائد الجذر التربيعي لخمسة ضرب 15، إذا 75 زائد 6، وكل ما فعلته هنا هو أنني أخذت 5 ضرب 25 واستبدلتها بالإجابة أي تساوي 12. فنحصل على 3 زائد الجذر التربيعي ل 75 زائد 6 يساوي 81 ويساوي 12، وهذا الجذر التربيعي ل 81 يساوي 9 موجبة، إذن 3 زائد 9 يساوي 12، وبهذا نرى أن الناتج صحيح، وبإمكاننا الآن أن نشعر شعورا طيبا إزاء هذه الإجابة.